سي بيبتايد تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالسي بيبتايد تيست. في البداية هنبتدي بالسينونوم أو المرادفات اللي احنا بنستخدمها في المعمل. سي بيبتايد تيست بنسميه كونكتنج بيبتايد اوف انسولين، وحرف السي الموجود في الكونكتنج هو اللي احنا بنستخدمه في السي بيبتايد. المرادف الثاني وهو الانسولين سي بيبتايد، والمرادف الثالث برو انسولين سي بيبتايد. بنقدر نقيسه في عينة السيروم، ولازم نعمل فاستنج لمدة 8 ساعات. الريفرنس فاليو من 0.8 to 1.8 نانوغرام بير ميلي ليتر. الميثود اوف ميجرمنت بنستخدم الإلايزا تيست. السي بيبتايد هو عبارة عن سمول بيبتايد بيتكون من مجموعة من الأمينو أسيد، بيبقى بيولوجيكالي إنأكتيف، بمعنى إن هو ما بيبقاش له فانكشن داخل الجسم، وبيتكون داخل البيتا سيلز الموجودة في البنكرياس أثناء عملية الكونفيرجن للبرو إنسولين عشان نحوله للإنسولين. لأن زي ما احنا شايفين في الشكل الموجود قدامنا ده، البيتا سيل بتفرز في الأول البرو إنسولين اللي بيبقى إنأكتيف، بعد كده بيحصل عملية كليفج عشان نفصل الإنسولين اللي هو أكتيف فورم عن السي بيبتايد اللي هي بتبقى إنأكتيف بيولوجيكال أو ما بيبقاش لها فانكشن في البلد. وكل وظيفة السي بيبتايد ان هو بيعمل كونكشن ما بين الالفا تشين والبيتا تشين اوف انسولين اللي هما موجودين في الصورة. زي ما احنا شايفين بنلاقي ان السي بيبتايد بيعمل كونكشن ما بين التو تشين اوف انسولين، عشان كده احنا سميناه كونكتنج بيبتايد واختصرناه كلمة كونكتنج بالحرف سي فبقى السي بيبتايد. فبالتالي يبقى عملية تكوين السي بيبتايد بتتم داخل البنكرياس من خلال البيتا سيلز موجودة في الايليتس اوف لانجرهانز واللي بتكون البرو انسولين في البداية اللي بيبقى انأكتف، بعد كده عشان يحصل له اكتيفيشن بنعمل كليفج وبيتحول البرو انسولين للانسولين والسي بيبتايد، والاثنين بيخرجوا مع بعض من البيتا سيل. الانسولين والسي بيبتايد بيخرجوا وبيوصلوا للبورتال سيركوليشن، وبعد كده بيوصلوا للجنرال سيركوليشن. السي بيبتايد بتميز ان هو عنده longer half life than insulin، حوالي 35 مينت، بتبقى اكتر من الانسولين اللي هو حوالي 30 مينت. وزي ما قلنا السي بيبتايد ما بيبقاش له بيولوجيكال فانكشن في البلد، عشان كده most of سي بيبتايد is secreted by the kidney. كل السي بيبتايد الموجودة في البلد بتروح للكيدني لأنها عبارة عن سمول موليكيول، فبيحصل لها اكسكريشن وديجريديشن عن طريق الكيدني. علشان كده السي بيبتايد بيبقى مرتبط بالكيدني فانكشن. طول ما الكيدني فانكشن سليمة بنلاقي ان هي ما بتأثرش على السي بيبتايد ليفل، ولكن لو حصل رينال فيلر بنلاقي ان السي بيبتايد بيزيد في البلد نتيجة لأن عملية الاكسكريشن بتقل. السي بيبتايد ليفل يوجوالي كورليت ويز انسولين ليفل، زي ما احنا شايفين في الصوره ما بيحصل ستيميليشن للبيتا سيلز عن طريق الجلوكوز، البيتا سيل بتفرز الانسولين والسي بيبتايد الاثنين مع بعض، عشان كده الليفل بتاع السي بيبتايد بيبقى كورليتد مع الانسولين، بمعنى ان البيتا سيل بتفرز نفس العدد من وحدات السي بيبتايد زي وحدات الانسولين، عشان كده الاثنين كورليت تو ايتش اذر. كمية السي بيبتايد بتدينا انديكيشن على كمية الانسولين، والسي بيبتايد ليفل بيدينا انديكيشن هاو ويل ذا بيتا سيل سكريت انسولين، بمعنى اما بنقيس كمية السي بيبتايد في البلد وبنلاقي ان هي كمية مظبوطة، معنى كده ان البيتا سيل بتفرز الانسولين برضو بكمية مظبوطة، لان البيتا سيل لو بتفرز السي بيبتايد بطريقة جيدة يبقى اكيد هتفرز الانسولين بنفس الطريقة الجيدة. عشان كده احنا بنقيس السي بيبتايد كإنديكيتور على مدى سلامة البيتا سيلز، وكمان السي بيبتايد ليفل بتدينا إنديكيشن على الليفل أوف إنسولين سيكريتد باي بيتا سيلز، وعملية الريليز للسي بيبتايد إز نوت أفكتد باي إكسوجينوس إنسولين أدمنستريشن، بمعنى إن السي بيبتايد بيزيد فقط من خلال البيتا سيلز الموجودة في البنكرياس، فبالتالي البيتا سيل لو زودت الانتاج بتاعها بتزود السي بيبتايد وكمان بتزود الانسولين، بينما لو تم حقن الانسولين من خارج الجسم كعلاج في الحالة دي السي بيبتايد ما بتزيدش، بيبقى الانسولين زايد لوحده في البلازما ولكن البيتا سيل ما بتفرز سي بيبتايد. عشان كده لو احنا بنعالج بالاكسوجينوس انسولين بنلاقي ان السي بيبتايد ليفل بيبقى لو او ما بيزيدش بنفس زيادة الانسولين اللي جاي من خارج الجسم
زي في حالات التريتمنت للدايابيتيك بيشن. علشان كده السي بيبتايد تيست بيقدر يفرق ما بين الانسولين الداخلي اللي هو الجسم بينتجه اللي احنا بنسميه الاندوجينس، وما بين الانسولين الخارجي اللي بيجي عن طريق الحقن اللي احنا بنسميه الاكسوجينس انسولين ادمنستريشن. والسي بيبتايد فاليو بتزيد بشكل سريع جدا في البلد في حالة وجود الجلوكوز او الجلوكاجون، لان الجلوكوز والجلوكاجون يعتبر استيمولاتري فاكتور للبيتا سيلز. علشان كده في حالة زيادة الجلوكوز او الجلوكاجون بيحصل استيمولاشن للبيتا سيل وبتفرز كمية كبيرة من السي بيبتايد مع الانسولين. علشان كده احنا بنعمل تيست بنسميه السي بيبتايد استيمولاشن تيست، من خلاله بنحقن الجلوكاجون وبعد كده بنقيس كمية السي بيبتايد اللي بتطلع، وده بيدينا انديكيشن على مدى كفاءة ونشاط البيتا سيلز الموجودة في البنكرياس. واحنا دايما بنعمل ريشيو ما بين الانسولين وما بين السي بيبتايد بنسميها الانسولين سي بيبتايد ريشيو. لو هي less than 1 indicate endogenous insulin secretion، لان في الحالة دي بيزيد الانسولين وبيزيد السي بيبتايد، عشان كده الريشيو بتبقى اقل من 1. بينما لو الريشيو greater than 1 في الحالة دي indicate الاكسوجينس انسولين، لان في الحالة دي بيزيد الانسولين فقط والسي بيبتايد ما بيزيدش، عشان كده ده بيدينا انديكيشن ان في اكسوجينس سورس اوف انسولين. عشان كده الانسولين سي بيبتايد ريشيو بتبقى مهمه جدا عشان نقدر نتعرف على السورس اوف انسولين الموجود في البلازما. الانديكيشنز واي وميجر سي بيبتايد تيست داخل المعمل. اول حاجه السي بيبتايد تيست اسيست ان ذا دايجنوستس اوف انسولينوما، ده عباره عن تيومر في البيتا سيلز الموجوده في البنكرياس. في الحاله دي السيرم ليفل اوف انسولين والسي بيبتايد بيبقى الليفيتد، لان البيتا سيل في الحاله دي بتفرز كميات كبيره جدا من الانسولين والسي بيبتايد. الحاجه الثانيه السي بيبتايد تيست ديتكت suspected factitious cause of hypoglycemia. الفاكتيشوس كوز اوف هايبوغليسيميا معناه هايبوغليسيميا بتحصل نتيجه للاكسسيف انسولين ادمنستريشن. في الحاله دي السي بيبتايد ليفل dont increase with the serum insulin level، فدي بتبقى فايده كبيره جدا للسي بيبتايد تيست ان هو بيقدر يحدد سبب الهايبوغليسيميا نتيجه للاكسسيف اماونت اوف اكسوجينس انسولين. كمان السي بيبتايد تيست بيعمل ايفالويشن للهايبوغليسيميا نتيجه للاندوجينوس هايبر انسولينيزم نتيجه لزياده الاكتيفيتي للبيتا سيلز. في الحاله دي السي بيبتايد ليفل بيبقى انكريزد. كمان السي بيبتايد تيست بنستخدمه عشان نعمل ديترمينيشن للبيتا سيل فانكشن في حاله وجود الانسولين انتي بودي، لان وجود الانسولين انتي بودي بيمنع الاكوريت ميجرمنت اوف سيرم انسولين، لان السي بيبتايد ما بتاثرش بالانسولين انتي بودي اللي بتعمل رياكشن فقط مع الانسولين. عشان كده لو قيسنا السي بيبتايد بيدينا انديكيشن على الفانكشن اوف بيتا سيلز، لان في الحاله دي انا ما بقدرش اقيس الانسولين. السي بيبتايد تيست كمان بيقدر يعمل ديستينجويش بتوين الانسولين ديبندنت اللي احنا بنسميه تايب 1 دايابيتس ميليتس والنون انسولين ديبندنت اللي هو التايب 2 دايابيتس ميليتس. في التايب 2 دايابيتس ميليتس بنلاقي السي بيبتايد ليفل بيبقى هاي، وبالتالي بنقدر نعالجه بالهايبوغليسيميك دراجز وما بنستخدمش الانسولين تريتمنت. بينما في النوع الاولاني من الدايابيتس ميليتس بنلاقي ان السي بيبتايد ليفل بيبقى لو، عشان كده هو بيقدر يفرق ما بين تايب 1 والتايب 2 دايابيتس ميليتس. الانتربريتيشن السي بيبتايد ليفل بيزيد في البلازما نتيجه لتو ميكانيزم. اول ميكانيزم هي الانكريز البيتا سيل سيكريشن للسي بيبتايد، وده بيحصل في حالات الاندوجينوس هايبر انسولينيزم، في حالات الايليت سيل تيومر اللي احنا بنسميها الانسولينوما، في حالات النون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس اللي هو التايب 2 دايابيتس ميليتس، في حالات البنكرياس اور بيتا سيل ترانسبلانت لما بننقل الجزء من البنكرياس او البيتا سيل لمريض السكري، في الحاله دي بيزيد افراز البيتا سيلز من الجزء اللي حصل له ترانسبلانتيشن، عشان كده بيزيد السي بيبتايد تيست. كمان بيزيد في حالات الاورال هايبوغليسيميك ميديكيشن واللي بتعمل ستيميليشن للبيتا سيلز ان هي تفرز السي بيبتايد مع الانسولين. الميكانيزم الثانيه وهي الديكريزد ريموفال اند ديجريديشن باي ذا كيدني، وده بيحصل في حالات الرينال فيلر، لان احنا قلنا نورمالي السي بيبتايد بيحصل لها اكسكريشن عن طريق الكيدني، ففي حالات الرينال فيلر بيحصل ديكريز في عمليه الاكسكريشن، عشان كده بيحصل بيلد اب للسي بيبتايد في البلازما وعشان كده الليفل بتاعها بيزيد.
الديكريز في السي بيبتايد ليفل في البلازما بيحصل في حالات الفاتيشوس هايبوغلايسيميا نتيجه للاكسسيف انسولين ادمنستريشن اللي احنا بنسميه الاكسوجينس انسولين. كمان في حالات الانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس اللي هو التايب 1 دايابيتس ميليتس، لان البيتا سيلز بتبقى متكسره او ما بتنتجش لا سي بيبتايد ولا انسولين، عشان كده السي بيبتايد بيبقى لو. كمان في حالات البنكرياتيك تومي واللي بيحصل فيها ريموفال للبنكرياس عن طريق السيرجري، في الحاله دي ما بيبقاش موجود البيتا سيلز وبالتالي السي بيبتايد بيبقى فيري لو. لما بنيجي نعمل انتربريتيشن للسي بيبتايد تيست لازم بنعمل كومبايند انتربريتيشن مع البلاد جلوكوز ومع الانسولين ليفل، والجدول ده هيقدر يبين الانتربريتيشن للسي بيبتايد تيست بناء على البلاد جلوكوز وعلى الانسولين ليفل. اول حاجه لو السي بيبتايد تيست بتبقى هاي والبلاد جلوكوز هاي والانسولين بيبقى هاي، ده بيدينا انديكيشن على التايب 2 دايابيتس ميليتس وعلى الانسولين ريزيستنس. في الحاله دي البيتا سيل بتفرز السي بيبتايد والانسولين بكميات كبيره، ولكن بيبقى فيه انسولين ريزيستنس، عشان كده البلاد جلوكوز بيبقى هاي لان الانسولين ما بيقدرش يقوم بالاكشن بتاعه. الاحتمال الثاني وهو السي بيبتايد ليفل بيبقى لو، البلاد جلوكوز بيبقى هاي والانسولين بيبقى لو. في الحاله دي الانتربريتيشن بيبقى تايب 1 دايابيتس ميليتس او بنكرياكتومي، في الحاله دي بيبقى في ديستراكشن او ريموفال للبيتا سيلز وبالتالي السي بيبتايد والانسولين بيبقى قليل وعشان كده البلاد جلوكوز ليفل بيبقى هاي. الاحتمال اللي بعد كده ان السي بيبتايد تيست بتبقى لو، البلاد جلوكوز بيبقى لو والانسولين بيبقى هاي، في الحاله دي بيبقى الانتربريتيشن الاكسوجينس انسولين تريتمنت، لان احنا قلنا الاكسوجينس انسولين ما بيزودش السي بيبتايد، عشان كده كميه انسولين كبيره جايه من بره، عشان كده بتقلل الجلوكوز بشكل كبير جدا والانسولين بيبقى عالي ولكن السي بيبتايد بيبقى لو. ده كمان بيحصل في حالات الليفر ديزيزز، لان الليفر هي المسؤوله عن الكابشر اوف انسولين والديجريديشن، عشان كده لو في ليفر ديزيز بتقل عمليه الريموفال، عشان كده بنلاقي ان الانسولين بيبقى عالي بينما السي بيبتايد والجلوكوز بيبقى لو. الاحتمال الاخير وهو ان السي بيبتايد ليفل بيبقى هاي، البلاد جلوكوز بيبقى لو والانسولين بيبقى هاي، في الحاله دي بيبقى الانتربريتيشن عباره عن انسولينوما او تيومر في البيتا سيلز او في حالات الهايبوجلايسيميك دراجز، ده بيدي انديكيشن ان البيتا سيلز بتفرز كميات كبيره جدا من الانسولين ومن السي بيبتايد، وده بيؤدي لديكريز في البلاد جلوكوز ليفل. فبالتالي الكومبايند انتربريتيشن اوف سي بيبتايد تيست مع البلاد جلوكوز ليفل والانسولين بيبقى مهم جدا عشان نقدر نفرق ما بين ديفرنت ديزيز كونديشن. الادفانتجز اوف سي بيبتايد تيست اوفر انسولين، بنلاقي ان السي بيبتايد تيست بيبقى لو جود كونسنتريشن ليفل ان ذا بلاد زين بريفرال انسولين كونسنتريشن، عشان كده بيدي جود انديكيشن على البيتا سيل فانكشن. كمان الميزه الثانيه ان السي بيبتايد ما بيحصلش كروس رياكشن ما بينه وما بين الانسولين انتي بودي، لان الانسولين انتي بودي بتعمل انترفيرنس مع الانسولين اميونو اسي، عشان كده احنا بنقدر نقيس السي بيبتايد ونعرف البيتا سيل فانكشن في حاله وجود الانسولين انتي بودي. كمان السي بيبتايد اسي داز نوت ميجر ذا اكسوجينس انسولين، بمعنى ان قياس السي بيبتايد بيدينا انديكيشن على الاندوجينس انسولين فقط اللي بيفرز من البيتا سيلز، ملوش علاقه بالاكسوجينس انسولين اللي بيستخدم في التريتمنت. فدي ميزه بنستخدمها في تفريق ما بين السورس اوف انسولين، هل هو اندوجينس ولا اكسوجينس. كمان من ضمن مميزات السي بيبتايد ان هو ما بيبقاش موجود في الكوميرشال بريباريشن للانسولين اللي بيستخدم في عمليه التريتمنت للدايابيتس ميليتس، عشان كده ما بيزيدش في حاله العلاج بالاكسوجينس انسولين، علشان كده بيدينا الاكشوال اكتيفيتي للبيتا سيلز الموجوده في البنكرياس وكميه الانسولين اللي بيفرزها. كمان من ضمن مميزات السي بيبتايد ان هو هاف لونجر هاف لايف عن الانسولين، بمعنى ان هو بيستمر في البلازما اكتر من الانسولين، وبالتالي بيدينا سهوله في ان احنا نعرف الاكتيفيتي اوف بيتا سيل في وقت اطول من الانسولين. كمان السي بيبتايد تيست از ا بيتر انديكيتور اوف فاستنج هايبوجلايسيميا، بمعنى ان هو بيقدر يتعرف على سبب الفاستنج هايبوجلايسيميا، هل هي سببها الانجكشن للاكسوجينس انسولين ولا زياده الاندوجينس انسولين الخارج من البيتا سيلز. كمان من ضمن مميزات السي بيبتايد ان هو ما بيحصلوش ميتابوليزم داخل الليفر، وبالتالي الكونسنتريشن بتاع السي بيبتايد ما بيتاثرش بالليفر ديزيز زي ما بيحصل مع الانسولين. الميجرمنت اوف سي بيبتايد تيست، بنقيس السي بيبتايد
عن طريق الإلايزا كيتس زي اللي هي موجودة قدامنا دي. من خلالها بنستخدم الانتيبادي سبيسيفيك فور سي بيبتايد، بيبقى موجود على السوليد فيز لإلايزا بليت. والإلايزا كيت بتقدر تعمل كوانتيتيف ميجرمنت اوف سي بيبتايد في السيرم والبلازما وكمان في اليورين، لان زي ما احنا قلنا السي بيبتايد بيحصل له اكسكريشن عن طريق الكني فبينزل داخل اليورين. والإلايزا تيست بتقدر تقيس السي بيبتايد في اليورين لان بيحصلوش اي تشينج اثناء عمليه النزول في اليورين. وبالتالي يبقى احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه بالسي بيبتايد تيست، وهنركز على بعض البوينت المهمه عن السي بيبتايد تيست. السي بيبتايد عباره عن ماركر اوف بيتا سيل سيكريتوري فانكشن اند انسولين سيكريشن. السي بيبتايد بيزيد في حالات الانسولينوما تايب 2 دايابيتس ميليتس وحالات الرينال فيلير. بنقيسه عشان يعمل ديفرنشيشن ما بين الاندوجينس والاكسوجينس انسولين. النورمال فاليو بتبقى 0.8 تو 1.8 نانوجرام بير ميلي لتر. بنقيسه عن طريق الإلايزا تيست في السيرم وكمان نقدر نقيسه في اليورين. هل يقدر السي بيبتايد تيست يفرق ما بين النوع الاول والنوع الثاني من مرض السكري؟ بنلاقي ان في التايب 1 دايابيتس ميليتس بيبقى في لو ليفل للسي بيبتايد، وايل ان تايب 2 دايابيتس ميليتس بيبقى في نورمال اور هاي ليفل للسي بيبتايد ليفل. وبالتالي السي بيبتايد بيقدر يفرق ما بين التايب 1 والتايب 2 دايابيتس ميليتس، وده طبعا بيساعدنا في عملية التريتمنت لأن علاج التايب 1 بيبقى مختلف عن علاج التايب 2 دايابيتس ميليتس.